بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة والصيام والقيام، آمين. رمضان وغزوة بدر الكبرى، أو رمضان ويوم الفرقان. تاريخنا الإسلامي المشرق أنبأنا على وجه القطع واليقين بأن شهر رمضان هو شهر العبادات والطاعات والقربات والإنجازات. ومن الإنجازات التي شهدها الناس في تاريخنا الإسلامي المشرق غزوة بدر الكبرى، هذه المعركة الحاسمة بين الحق والباطل، وقد سماها القرآن الكريم بيوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، كما في سورة الأنفال الآية 41. وقعت هذه الغزوة المباركة في اليوم 17 من رمضان من السنة 2 للهجرة. مما نستنبطه من هذه الغزوة المباركة، الأمر الأول أن الله عز وجل قد جعل هذه الغزوة المباركة معركة حاسمة بين الحق والباطل، ووصفها بالفرقان، تفرق بين الحق والباطل. هذه الغزوة أيها الإخوة والأخوات، رب سبحانه عز وجل ذكرها في القرآن وسماها يوم الفرقان، يعني بها اللي فرق بين الحق والباطل. وهذه الغزوة بيّنت مصير، حددت مصير الأمة المسلمة ومصير الدعوة الإسلامية، فقد حصلت تحولات كثيرة في حياة الأمة المسلمة وفي مسيرة الدعوة إلى الله. أي 38 الغزوة يقدران، يعني غزوة بدر الكبرى تضران ذقواس ويسفعتاش ذقوسان رمضان، وذي السنة في السنات من الهجرة النبوية الشريفة، ذي ونواس إسان زر ذام قران إفكيس ربي الشان علين إسميس يوم الفرقان، سيسيق فرق يار الحق وذو الباطل. هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني أن الله عز وجل يعلمنا قيمة مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة، استشار المهاجرين واستشار الأنصار، وكانت موافقتهم على هذه الغزوة المباركة، لذلك قال لهم في الحديث الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم: سيروا وأبشروا. وترجم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ الغالي، مبدأ الشورى، من خلال استشارته للحباب بن المنذر. هذا الصحابي الجليل هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان أو موقع عسكرت جند المسلمين، فقال له بكل ذوق وأدب: أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني كان متأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ذلك الأمر بأمر الله عز وجل فلا مجال للنقاش ولا مجال للرأي، ولكنه خاطبه بهذا الذوق وبهذا الأدب: أهو منزل أنزلكه الله؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا مجال لتقديم الرأي أو لتقديم المشورة، أما هو الرأي والحرب والمكيدة. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. وأشار عليه أن يغير موقع جيش المسلمين إلى موقع آخر، وكان من أسباب تحقيق النصر، بل هذا الأمر يدخل في مجال اتخاذ الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام
يطبق مبدأ الشورى ذي الحياة ذي السيرينس ذي الغزوة يجي غزوة بدر يشورث الحباب المنذر إن يا رسول الله أن تخدم ذاك الجيش جن سلمان هل ترى ضرب به دينا ذين ضرب دي سحارة ووال نغراي نغ نسعى الحق نفكر راي نغ نفكر مغلي نغ النبي عليه الصلاة والسلام إن يسفك الدراي نوان بل هو الرأي والحرب والمكيدة الصحابية الجليلي في كيس الرأي يجعل ربي الرأي السبب من أسباب تحقيق الانتصار اتخاذ الأسباب خطر ربي سبحانه يوم رغد مرة باش نتخذ الأسباب ونسهل في مسبب الأسباب ربنا أمرنا باتخاذ الأسباب وفي الوقت نفسه أمرنا بالتوكل على مسبب الأسباب وعلى معطل الأسباب جل جلاله الأمر النظام في عليه الصلاة والسلام يذعى ربي سبحانه عز وجل التضرع والدعاء هو من الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو الله عز وجل بالنصر وبأن ينجز له ما وعده قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة عملا بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وحقق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده وحقق له النصر وما النصر إلا من عند الله نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأنه مأمور باتخاذ الأسباب ولكن في الوقت نفسه كان متضرعا إلى الله داعيا الله عز وجل أن يحقق له النصر لأنه يعلم بأن النصر من الله إذا جاء نصر الله والفتح إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله النبي عليه الصلاة والسلام غسي اتخذك الأسباب ثم قرانينين الزمر من سام الصحابة ولكن يتسلى في ربي ويذعى ربي سبحانه باش ينصر أكذ ينسلمن ضد الكفار أكذ المشركين ويزرب اللي النصر غير ربي سبحانه عز وجل فلقد نحصو باللي غس مخالف انسلمن أكذ المشركين ذي الكفار أما ذي العدد أما ذي العدة هناك تفاوت كبير ملحوظ بين المسلمين وبين المشركين عددا وعدة ولكن المسلمين بعدما اتخذوا الأسباب ربنا عز وجل حقق لهم النصر المبين وكان يوم الفرقان كما قال ربنا عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أسأل الله أن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال آمين آمين والحمد لله رب العالمين.